ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دايما لما بيحصل أي مشكلة في سيارتنا، سواء كان دعم أو حادثة أو أي شيء، دايما لما بنروح نوديها عند أي حد أول شيء بيقولك عليه لازم تتصبغ. عشان كده احنا النهاردة معنا خدمة مميزة جدا، وهي صيانة السيارة بدون أي صب. معاكم الآن من دنت زون، ومعنا السيد عوض محمد. أهلا بك سيد عوض. أهلا وسهلا مرحبا أسماء، كيف حالك؟ خير الله يسلمك. سيد عوض، ممكن تعرفنا عن نفسك وتقول لنا منين جات لك الفكرة؟ معك عوض محمد الحميري من شركة دنزون، قراد دنزون. الفكرة هي طبعا مش بدأت في سيارتي أنا الخاصة، في كانت ضربة في السيارة ومو بحاب أصبغ السيارة، فبحث فنصحوني على مكان ورحت له وشفت الشغل عندهم يعني جميل جدا جميل، فعيبتني الفكرة ومن ذاك اليوم حبيت أطور هالشيء. سيد عوض، ممكن تكلمنا عن الخدمات اللي انتم بتقدموها هنا؟ الخدمة اللي احنا نسويها هنا، احنا نصلح السيارة بدون صب، نرجعها إلى حالة الوكالة، إلى حالتها الطبيعية. طيب سيد عوض، ممكن تقول لنا ده بيتم ازاي؟ يتم طال عمرك عندنا هنا احنا توز نستخدمه في حسب مكان الضربة، وهاي كلها درجة أولى، وفي أشياء ثانية بعد احنا نستخدمها في السيارة درجة أولى. جميل. سيد عوض، ممكن تقول لي ايه اللي بيميزكم هنا عن باقي المنافسين؟ اللي ميزنا طبعا احنا نحافظ على هيكل السياره، ونحافظ على نظافه السياره، ونحافظ على وقت العمل. في مسار تاخذ من ساعه الى ساعتين، من ساعتين الى اربع، ومن ست الى ثمان، او تقريبا يوم بعد اذا في حاله اكثر. ويميزني طبعا انا عندي فريق عمل متميز في الشيء هذا، ويميز بعد اذا انا في شخص ما يقدر يجيني يوصلني، انا اقدر ابعث له فريق العمل مالي يوصله وين يكون. يعني لو في حد عنده مشكله هيتصل هتبعت له فريق العمل. نعم نعم. جميل. السلام عليكم، اسمي كمال سعيدي. نحن تصليح سيارات بدون الصبغ. مثلا هذا نيسان روج موديل 19، موديل مال اكسبرت. شوف هين في ضربه، يعني زبون يريد تصليح بدون الصبغ. ان شاء الله تصليح تاخذ وقت تقريبا 4-5 ساعه ان شاء الله. هذا ثاني سيارة لكسوس، في ضربة في باب وراء، تصليح تأخذ تقريبا وقت تقريبا 3-4 ساعة إن شاء الله. شغل يجي 100%. هذا ثاني سيارة تويوتا كورولا موديل 19، سيارة مال إكسبرت، في ضربة في سقف. طيب سيد عوض، ممكن تقول لي الخطط المستقبليه لكم الفتره الجايه؟ خططي المستقبليه باذن الله ان شاء الله اني انا افتح في
افرع في دوله الامارات، لان كثير عندي انا من العملاء من ابو ظبي ومن العين ومن دبي ومن الامارات الشماليه طالبين هالخدمه هاي عندهم تكون موجوده ان شاء الله. ربنا يوفقك ويكون في كل الامارات باذن الله ان شاء الله. طيب سيد عوض، قصة نجاح زي كده أكيد كان ليك شريك في النجاح وداعم، فممكن تكلمنا مين هم شركائك في النجاح؟ شركائي في النجاح اللي هم أهلي طال عمرك والعملاء اللي عندي اللي يجيني ويظهر مبسوط من المحل. طيب كلمني عن دعم الدولة ليك. دعم الدولة لا حدود له الحمد لله، والله يزيدهم إن شاء الله، والله أشكر شيوخي على حكام دولة الإمارات على هالشيء الحمد لله. الله يحفظهم جميعا. السيارة دي يعني كانت داخلة شكلها ايه وانتوا عملتوا فيها ايه؟ السيارة هاي كانت هنا مضروبة في الباب كامل والباب الثاني اللي ورا وفي ضربات من ورا بعد صلحناها في الطرف الثاني بعد نفس الشيء. وفي السيارة هاي كان طايح عليها نفس الثلج البرد. فعند القبة هاي كانت وايد فيها ضربة. وهاي الأنوار نستخدمها بس عشان دقة ال يعني دي الأنوار اللي هي بتبين التفاصيل أكتر بتاعة نعم. بدقة جدا جميل نعم تمام. طب ممكن تقول لنا الأجهزة اللي موجودة؟ في أجهزة هنا طبعا نستعملها، احنا ما نستعمل الشفط، نستعمل كله تولز كله شغل يدوي، ما عندنا الشفط ما شاء الله هالشيء الأشياء ما عندنا. في ضربة هنا كانت على السيارة شفتي هذا الشفر، هنا كانت في ضربة رجعت نفس ما هي، حافظنا على صبغ السيارة، على نظافة السيارة، على هيكل السيارة، حافظنا على كل شيء في السيارة. وكل إنسان يبغى يحافظ على سيارته. تشوفي هذا الطرف بعد؟ دوت إيه؟ هذا شوفي كل الشغل يدوي هذي موجود. تمام، ده اللي هو بتاع السيارة. إيه نعم. كل الشغل يدوي، ما عندنا الشغل الشفط ما شفط، كله يدوي، خبراء عندي فريق عمل متميز في الأشياء هاي. وفي بعد في الطرف الثاني برويك اياه، تعالي سمحتي. مثل في ما قلت لك في ضربه كانت هناك، في ضربه الطرف هذا الثاني، هاي بعد يشتغلون عليها ان شاء الله اليوم بتخلص بعد. وشغلنا كله يدوي مثل ما قلت لكم. طيب هي ايه الحاجات اللي هي دي الحاجات الادوات؟ هاي الاغراض اللي نستعملها حق تصليح السيارات اللي بدون صبغ. شوفي تعالي هذا بعد انا استعمل اللي بعد من هالحراره شويه بسيطه عشان انه يلين معاه عشان يقدر اللي هو يطلع انا شايفاها واضحه بيطلع وينزل معي. وهاي الانوار هي اللي تطلع عشان تشوف عشان تبقى شايف الطبقه كامله. نعم جميل. السقف ده برضه كان فيه مشكلة، ده بيعمله كمان من جوه. اي نعم، ويرجع نفس ما هو نفس الوكالة. بدون صبغ بدون دهان بدون أي شيء. وشغل يدوي. حتى طب إيه الأدوات اللي ورا دي كمان؟ هاي الأدوات اللي نستعملها في تصليح السيارات. هاي الأدوات كلها التولز هالأشياء كلها على ما تشوفها يعني. عندك هذا الباب اللي شفتيه أنت؟ ده اللي هو بتاع السيارة اللي هناك. هذا الباب بتاع السيارة هي اللكسس. كانه جديد يعني ما شاء الله جميل. احنا هدفنا ان احنا نحافظ على هيكل السياره وكل شخص يحب يحافظ على سيارته. اكيد صحيح. تفضلي عندنا بعد استراحه هنا اسمه حق عملائنا بسيطه يعني حق اللي بيل الساعه ساعتين بس اللي بيطول وقته 6 ساعات وهذا هو كيف يقدر يجلس يقدر يروح ويرجع المكان مكانه. جميل.
سيد عوض، احنا بنشكرك جدا وسعدنا على لقائنا معك. انا اشكركم انتم ورواد النجاح على هاي الخدمه اللي سويتوها لنا، وانكم خبرتوا الناس عنها. الله يحفظك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. وزي ما ابتدينا الحكايه بقصه كفاح، راح ننهيها بكلمه شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقه القادمه.